من الاحداث اللي حصلت في الساحل السنه دي خناقات حمو بيك. هي فعلا كل شويه شاهد فيديو خناقه حمو بيك. خناقه حمو بيك وضع طبيعي. هو جاي بيتخانق على المسرح برضو ولا ايه يا استاذ اشرف؟ ما انا لو قلت هبقى انا حرقت. لا ده بينا وبعض كده. انا هو عموما هو احنا حتى كاتبين وحريص ان اكتب ان هو ضيف المسرحيه. هو جاي اول ما قلنا في دور هنجيب حد يقلد حمو بيكا ونعمل شكله ونعمل ولا ايه رايكم نجيب حمو بيكا يطلع دقيقتين يعمل اللي حصل له في الخناقه. فقلت والله فكره كويسه يعني، بس هل هو يوافق ولا مش هيوافق؟ كلمته فرح جدا، وبعدين قال لي بس على فكره انا ممكن، ما جيت اتكلم معاه في الفلوس بقى والحاجات دي، قال لي انا مش عايز فلوس، انا هبقى مبسوط ان انا معاك وبتاع، بس انا ممكن يوم يجي لي فرح ولا يجي لي حاجه. تقفوني كده بقى في الشغلانه. يعني لا تدوني فلوس ولا تسيبوني انا. تسيبوني ولا بترحم كده. فقال يعني لو جالي، قلت له مفيش اي مشاكل خالص، عشان كده انا كاتبه ضيف المسرح، يعني ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود، يعني ممكن يجي يوم ما نلاقيهوش يبقى بس بيبقى ايه اللي قبليها صراحه. يعني يعني عنده فرح في القاهره واحنا بنعرف في الساحل. لا ما اقدرش امنعه عن حاجه زي كده يعني، لكن هو الى الان لا ملتزم جدا، بيجي في ميعاده وبيطلع في ميعاده. الدقيقتين اللي لو الناس شافوهم اللي كانوا معترضين هيعرفوا ان اعتراضهم ما كانش ليه اساس من الصحه. يعني بعض الناس في الساحل، بعض الناس قالوا ايه انت جايبه يعمل دور واحنا ممثلين احنا الاولى ان احنا نعمل الدور ده. هو انتوا عارفين ايه هو الدور؟ صح، ده هو دور حمو بيك، يعني هو طالع بشخصه. طالع يعني بشخص، مش طالع بيعمل دور طب بيغني بقى بتومبه ليه ولا بقى ولا اي حاجه من الحاجات بتاعته والروائع دي ولا اي حاجه. وانا بقول لك انت لو ما تتفرجي النهارده، انت هتتفرجي ان شاء الله، لما تتفرجي هتعرفي اللي هتعرفي اللي هي معمول افيه لطيف جدا، مدته دقيقتين وخلاص. هو نفسه الناس شوفي بيستقبلوا ازاي. وبعدين في قاعده بتقول لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انا اول ما جه قلت له بص يا حمو انا ما بتفرجش على ما بسمعش مهرجانات، اقول لك ما بحبش المهرجانات، لكن بحترم ذوق الناس اللي بيحبوا المهرجانات. هو ده اهم حاجه، احترام الاذواق. يعني مش معنى ان انا الى الان وانا جاي لك وانا جاي حتى على المسرح دلوقتي، انا طول الوقت مشغل لا اما ام كلثوم لا اما عبد الحليم لا اما عبد الوهاب، بالكثير عمرو دياب ومحمد منير، يعني بسمع وده جيلنا. لكن لما بروح فرح بروح حاجة بلاقي مهرجانات وفي الراب ويجز ومروان موسى ومروان بابلو وعفروت وعنبة ومش يعني كل الناس دي ظهروا. لو أنا ذوقي مش لايق معاهم، لو أنا ذوقي ما بحبهمش، ده رأي شخصي. لابد أن أنت تحترم ذوقي أن أنا ما بحبش النوعية دي من الناس، لكن برضو انا لابد من ان انا احترم ذوق الاخرين ان هم بيحبوا النوعيه دي من الاغاني. وعلى مر تاريخ الدنيا هتلاقي اول ما ظهر احمد عدويه كل الناس هجموا، يعني ايه صح الدحنبو، يعني ايه مش عارف، ظهر حسن الاسمر يعني ايه مش عارف ايه، ظهر بقى اللي يجي بعد كده يقول يا ريتنا كنا بنسمع الاديب. صح بالظبط بالظبط، هو في زي احمد عدويه ويا بنت السلطان يعني صح. هو طول الوقت الناس بيتمسكوا بالجيل بتاعهم. انا كسرت ده من اول ما عملت مسرح مصر، هم دي نوعية كوميديا جديدة مختلفة عن النوعية بتاعتي أنا وهنيدي وعلاء ولي الدين الله يرحمه. إحنا كنا بنضحك بطريقة إن الناس الجداد بيضحكوا بطريقة تانية، وبالتالي اللي بيغنوا كانوا بيغنوا بطريقة إحنا بنحبها، اللي بعدينا أو اللي بعديهم بيغنوا بطريقة تانية الشباب اللي قدهم بيحبوها. هل النهاردة لو أنت روحتي خطوبة أو فرح مش هتسمعي مهرجانات؟ هسمع طب تمام، وتلاقي كل الشباب وخريجين جامعات ايه ومستويات ايه بيسمعوا حمو بيكا ويسمعوا شاكوش. اتفقنا او اختلفنا، هي كل الشرائح المجتمع بقى بتسمعهم. صح بالظبط، هي هما بقى نفسهم توفيق اوضاعهم ايه مع النقابه، دي حاجه برايه يعني. كل ما واحد يمشي قانوني اكيد هيبقى ده افضل يعني.